بعد ضياع وفساد استمرا فترة من الزمن، وفي العام الذي سمي بعام الفيل ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب في قبيلة قريش. وكان أبوه قد توفي قبل ولادته بناء على قول، أو بعد ولادته بأشهر بناء على قول آخر. ولما كان من عادة العرب في مكة أن يسترضعوا لأولادهم نساء أهل البادية طلبا للفروسية والفصاحة، عرض محمد على مرضعة من قبيلة بني سعد اسمها حليمة، فاصطحبته إلى حيث تعيش قبيلتها وسط البادية، فنشأ في كنف البيداء. وكانت تجلبه بين الحين والآخر إلى أمه آمنة كي تراه. ولما بلغ محمد الخامسة من عمره أعيد إلى حضن أمه آمنة لترعاه أحسن ما تكون الرعاية. وقد اصطحبته أمه لزيارة قبر أبيه في يثرب، والتي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة. وهناك في حي من أحياء يثرب، وفي طريق العودة فارقت أمه الحياة. فصار يتيم الأم والأب معا، فجاء به إلى جده عبد المطلب. محمد، كفل عبد المطلب محمدا ووفر له العطف والحنان والعناية اللازمة. وكان جده آنذاك زعيم قريش ورجلا شريفا وعزيزا للغاية. فارق عبد المطلب الحياة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن 8 سنين أبو طالب، فأوصى به إلى عمه أبي طالب، فتولى رعايته هو وزوجته فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأحاطاه بعناية لم يحيطا بها أحدا من أبنائهما. وقد تولى النبي محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة طفولته رغبة وطواعية منه رعي أغنام عمه أبي طالب عليه السلام. وباختياره أيضا، وفي فترة طفولته رافق عمه أبا طالب في رحلة تجارته إلى الشام، وكان يبلغ آنذاك 12 من عمره. وزاد تعلق أبي طالب بمحمد بعد أن قال له الراهب بحيرة، وكان عالما بالتوراة والإنجيل، وقد رأى محمدا قال له: إن ابن أخيك هذا نبي هذه الأمة، فاحذر عليه من اليهود. كانت الأيام تمر والوعاء الروحي لذلك المقدر له بأن يتولى تربية عالم بأكمله بالاتساع حتى بلغ مرحلة الشباب. وفي مرحلة الشباب كان النبي صلى الله عليه وآله مثالا لكل الصفات الأخلاقية النبيلة والحكمة ورجاحة العقل وصوابية الرأي،
فقد ذكر المؤرخون أن الناس كانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية، لأنه كان لا يداري ولا يماري، وله مع قومه تجارب سياسية واجتماعية، حتى شارك بشكل فاعل ومؤثر في حدثين تاريخيين حصلا قبل البعثة هما: تجديد بناء الكعبة وحلف الفضول الذي يعتبر نوعاً من الدفاع عن حقوق الإنسان في ذلك المجتمع الجاهلي، وشارك فيه وكان يتجاوز 20 من عمره الشريف. وحين بلغ 25 من عمره تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدة قريش خديجة التي كانت تلقب بالطاهرة، وقد ترك النبي التجارة بعد زواجه من السيدة خديجة. وعلى الرغم من أنه صلى الله عليه وآله كان يعيش في ذلك المحيط الذي لم يكن يعبد فيه غير الأصنام، لم يسجد قبل بعثته لصنم قط، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخلو بضعة أيام من السنة في جبل حراء، وهو اليوم جبل النور، يقضيها بالعبادة والدعاء، وكان من قبل يتعبد فيه عبد المطلب. فقد روي عن الإمام علي الهادي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. وكانت تحدث للنبي في صباه ظاهرة الإحساس بالتأييدات الإلهية، وقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام وفي نهج البلاغة ما يؤيد هذا: ولقد قرن الله به منذ كان يتيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومكارم أخلاق العالم. كانت الأيام تمر وكان النبي يكبر ويزداد تكاملا، حتى أصبح على درجة من الاستعداد تجعله قادرا على قبول الوحي الإلهي. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغرته.